وأكثر تفاصيل عن هذا الموضوع أربط الاتصال المكالمة الهاتفية مع السيد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك. صباحك سعيد سيدي الفاضل. صباح الخير سيدي. طيب نبدأ مباشرة، دائما إشكالية تبذير الخبز في رمضان، نقول مع الجزائريين نشتكي اليوم من غلاء المعيشة، من ربما من غلاء البطاطا وغلاء المواد فلاحية أخرى وحتى الدجاج واللحوم وغيرها، لنأتي ونرى أنه هناك يعني العديد من أو العديد من الجزائريين يبذرون مادة الخبز. نعم بالفعل هذه الظاهرة القديمة والمتجددة لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبلها، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية الاقتصادية. ومن بين أسباب تبذير الخبز، الجميع يعلم أنه السبب الأول أنه مادة مدعمة، فلو قدمنا الدعم مباشرة إلى العائلة فيمكن أن يترك رب العائلة تلك الكمية الموجهة إلى التبذير، ويفضل أن تبقى يعني أموالا في جيبه. وكذلك الأمر الثاني، الجميع يعلم أن مادة الخبز حاليا ليست من النوعية الجيدة نظرا لتكاليفها. وهذا الأمر هذا يعني ولو أننا نجلب تبذير ولو خبزة واحدة، ولكن هذه الأطنان يعني أمر مؤسف، ولا سيما أنها مقتناة بالعملة الصعبة. فالقمح اللين نحن لا نزرعه ونستورده، بمعنى انه عند عمليه يعني الرحي تولي فارينه، والفارينه المستورده عكس السميد الذي نصنعه. طيب سيد مصطفى زبدي، ربما هذا السلوك الذي ينعاد يعني هذا السلوك كل رمضان نشاهده، حتى ربما حتى قبل رمضان هذا السلوك متواجد لدى الجزائريين، لكن في رمضان السلوك هذا بكثرة، خاصة أنه لهفة الجزائر هو صائم ربما في اختياره العديد من أنواع الخبز. طيب اليوم الجزائر تستورد كميات كبيرة كما ذكر البيان بقيمة 4.3 مليار دولار من القمح اللين الموجه دائما للخبازين. طيب كيف نوضح أو نساهم حتى الجزائري يرى مدى إشكالية هذا الأمر؟ المواطن الجزائري لابد أن يكون مطلعا على جميع المعطيات، ولا سيما ما تصرفه الخزينة العمومية. إذا كنا الآن نعاني من عدة أزمات، مثلا أزمة الأدوية، ونشوف أن هنالك ما يتجاوز 150 دواء ندرة، هذه الأدوية التي تستورد بالعملة الصعبة، نحن نفضل أن هذا الجزء من الأموال بالعملة الصعبة يذهب إلى اقتناء الأدوية، يذهب إلى اقتناء التجهيزات الطبية، يذهب إلى اقتناء اللقاحات. أما أن نقتني منتوجات ونرميها في المزابل، لا أعتقد أنه لا أحد يرضى بهذا الأمر. إذا أردنا أن نواجه يعني هذه المعضلة وهذه الآفة، لابد أن نكون صارحين مع المجتمع المدني، مع المجتمع بصفة عامة، وأيضا أن نضاعف عمل المجتمع المدني خلال عملية التحسين، وأن نرى إلى عملية تحسيس أخرى أكثر يعني أكثر إيجابية وأكثر يعني تأثير. نعم شكرا لك سيد مصطفى زبدي، نظرا لهناك خللا في المكالمة الهاتفية يعني مضطرة لانقطاع هذه أو قطع هذه المكالمة الهاتفية.